السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله وسهلا وغلا، الله يمسيكم بالخير. أحيانا تجينا فرص على طبق من ذهب مغلف بحرير، بس احنا عندنا مشكلة مع أنفسنا، مشكلة الخوف اللامعقول. خايف أفشل، خايف ما أنجح، خايف أنه العلاقة هذه مثلا نوع علاقة زمالة جديدة، خايف أنه تبوء بالفشل. طيب سفرة والله خايف أنه ماشي، خايف. طيب مثلا مشروع تجاري حلو كويس وربحه أقل شيء، يعني احتمالية النجاح فيه كبير، حلو كويسة، لا والله خايف. فتلقاه داخل في هشاشة نفسية غير طبيعية بالحيل. حتى لو دخلوا المشروع هذا، واحد مثلا دخلوا في المشروع هذا بطريق ولا بثاني، تلقاه أول ما يصيب شيء من التعب يرفع يده مستسلم، ما يدري أنه النجاحات هذه الكبيرة جدا لازم يقطربة عرك لين يملى جسمك. هذه واحدة من الأشياء الخطيرة جدا، توقع الأقبح وقانون الفشل بالحياة. كل شيء فشل فشل فشل، خايف فشل فشل خايف. أنا من كثر ما هو يردد الكلمة هذه كأن الله ما أوجد الفشل إلا له، وكأن هالنفق هذا اللي يمشي فيه ما في أي شعاع يطلع عليه، بس يتحرم يطيع عليه النفق ويردمه. توقعات الأقبح بالشكل هذا، هذا توقع مرضي مو بتوقع عقلي. والحقيقة كون الإنسان يعيش بهالهاجوس هذا ويلبس هالثياب هذه الهشة بهالشكل هذا، يعني الفض ترى غلط على نفسك، غلط على كثير جدا من الفرص اللي تجيك بالحياة. الواجب انك تقف قدامه بنفسية قوية وشجاعة وصامدة، يعني على قولت بعض اخواننا المصريين اجمد. احيانا حنا نتعدى بعض المخاوف ومن وراها التجاوزات هذه نجاحات كبيرة. اذكر اليوم مربي، وباليوم والله قبل فترة مربي مقولة لأبي بكر الصديق وهو يوصي خالد بن الوليد الله يرضى عنهم جميعا، يقول اطلب الموت توهب لك الحياة. يعني لما تقف كذا أمام المواقف بنفسية شجاعة قوية، الحياة تتسابق ناحيتك. لأن العرب تقول في أمثالها الشجاع موقع. شوف الشجاع موقع، يعني إنه صراحة كثير من فرص النجاح تخلق للأنفس القوية. يعني حتى الأنفس القوية ذي إذا مرت بشيء من هالأزمات هذه ولا تعثرات، يكون حله إيجابي وعقلاني ومليان رزانة. مو بواحد إن متحطم متكسر تذروه الرياح. أول بس كذا أول لف ولا منعطف يرفع إيده مستسلم. مثل ما تقول الخمسة، تقول نهين النفوس وهون النفوس يوم الكريهة أو قالها. تقول حنا ندخل أنفسنا بأشياء نكرهها، لكن ترى هذا به وقاية له. اطلب الموتى توهب لك الحياة.